بطبيعه الحال شلابيه وراه واحد القصه فهمتي. كنا هي جاي داكشي من يامات الدراسه، الانسان قلت لكم كيكون في المدرسه راه كيكون شويه كاين واحد كيكون واحد في القيسم فيه نغزه، محمد فيه نغزه وانا نغزه وجمال جوج نغزات. من بعد دخلنا المسرح تلاقينا بدينا خدامين في المسرح، كونا واحد الثنائي انا ومحمد بدينا خدامين في الدي فيديو. من بعد جات هذا الاسم ديال الشلابيه، سمينا كانت ديك السلسله سميتها الشلابيه ومن ثم بقى الاسم ديال الشلابيه. الجمهور المغربي ان شاء الله غادي يتعرف عليها اكثر في اليوتيوب هذه الايام. احسن حاجه استفدنا من ستاند اب هو الجمهور، الجمهور المغربي كامل تعرف علينا، دخلنا للقلوب ديالهم، وصلنا لهم داكشي اللي عندنا، عرفوا الموهبه ديالنا، اكتشفونا عن قرب. ياك الحمد لله استفدنا بزاف ديال الحوايج اللي ما كناش عارفينهم من قبل. التجربة تاع ستاند اب كانت تجربة زوينة اللي زادتنا بزاف ديال الحوايج. بطبيعة الحال دابا قبل ما يكون ستاند اب شلابية كنا ولكن كنا في مدينة آسفي، كنا معروفين في مدينة آسفي، كان عندنا سايت في مدينة آسفي، كان عندنا متتبعين في مدينة آسفي، ولكن ملي مشينا لستاند اب تعرف علينا الجمهور المغربي كافة. ولينا دابا كتخرج أي واحد كيخرج كتلاقى بالجمهور ديالك كيوقفوك كتصور معاهم. بالنسبه لنا هذا شرف كبير ان الجمهور يوقفك وتصور معاهم وتضحك معاهم، كاين اللي كيقول لك قول لي نكيته، كاين اللي كيقول لك ضحكني، كاين اللي كيقول لك ديروا لي شي لعيبه. بالنسبه لنا هذا شي حاجه زوينه. بطبيعه الحال ما حنا بدينا في هذا الكارير تبين نكملوا فيه، يعني راه ما غاديش نتوقفوا، بدينا المسيره وحطينا واحد الخطوه اولى وغادي نتوقفوا، بالعكس غادي نخدموا كثار وغنقدموا كثار وخاصنا نخدموا على ريوسنا حنا كثار باش نبانوا بكثر من داك المستوى اللي بنا به في ستاند اب وقبل من ستاند اب. كنبغي نقولوا يعني شكرا للناس اللي كيتبعونا وثيقوا فينا، وان شاء الله يكون ديما الجديد وما الشلابيه، وكنتمنوا نبقاو ديما خفاف على قلب. بالنسبه للجمهور المغربي كنبغي نقول ليه واخا نقول اي حاجه غادي تبقى قليله في حق الجمهور المغربي، لانه شي حاجه كثيره وشرف لينا اننا ندخلوا البسمه عليه ونكسبوا الصغير والكبير. هذا راه بالنسبه لينا نحن شي حاجه راه كثيره والحمد لله على كل حال. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.